السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. سريعا قبل ما نبدأ، أخبرنا في بعض المواقع وبعض الناس بتجتزئ بعض كلام للناس علشان تبين للناس ان الناس ما بتفهمش حاجه. طبعا لغز. موضوع نيرة اشرف والكلام عن محاكمة الشيخ مبروك عطية. الشيخ مبروك عطية عمل فيديو مدته اكتر من ربع ساعة، الناس اختزلوا منه دقيقتين واتكلم في موضوعات كثيرة جدا، هاجم القاتل واتكلم على انه حتى يا ابني حبي انت في سنة كام عشان تقتل، طب لو اتجوزتها تصرف منين يعني، ومن لم يستطع الباءة من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي يقدر يتجوز واللي ما يقدرش يعف نفسه ويصوم يعني. واتكلم قال لك من الاسباب البسي أفة والحجاب وفضفض، هو طريقته واسلوبه كده. فالناس خدوا القصة وبدأوا يهاجموا الشيخ مبروك عطية، والراجل ما بيدعوش لدين جديد ولا بيدعو الإلحاد ولا بيدعو الكفر، الراجل اتكلم في عدة قضايا، لكن الناس اللي ضد فكرة الحجاب قطعوا الجزء ده وقال لك لا، عايز تلبس الست المصريه مش تلبس اوفه، البس انت اوفه. منهم مثلا هدب القمصان، منهم لميس الحديد، تقول لك كنوع من انواع التحدي، لا انا همشي كده وبشكلي كده. ما تمشي يا ستي، انت اللي هتشيل الذنوب، انت اللي هتتحدش هتحاسب على حد. والراجل عليه النصيحه، ما حدش بيجبر حد، واخد بال حضرتك؟ انت عايزه تلبسي كده تمشي كده، انت حره. هو انت لما بتقولي كده بتتحدي مبروك عطيه؟ انت بتتحدي قرارات رب العالمين، او زي ما بيقولوا كده احكام رب العالمين، شريعه رب، ربنا اللي قال اللي فرض، وانت اللي بتقول امشي كده بقى تحدي مبروك عطيه؟ لا يا ستي والله الناس فاهمه غلط. ومبروك عطيه لما اتكلم عن الحجاب لحفظ، مش معنى ان واحده محجبه او مش محجبه انها ممكن ما تتعرضش للاذى، لا ممكن تتعرض للاذى. وزي ما هو اتكلم عن الست المحجبه مش معناها انها تبقى لقمه سائغه لاي حد يعني، هو الراجل ما قالش الكلام ده. لكن في ناس ضعاف، قال لك في ناس بتغض البصر وناس ما بتغضش البصر، خليكي انت في أسوأ الحالات مع الناس اللي ما بتغضش البصر. حتى يا جماعه لو انت ملتزمه والحجاب واحنا قربنا شويه، هتلاقي الحالات الاغتصابات والخطف والكلام بنقلل. طول ما انت ملتزم بالدين هيحصل، هيحصل. ما كان في مجتمعات فيهم المنافقين وفيهم ايام الصحابه وفي منافقين وفي هيحصل، ما حدش قال لك انها ممنوع. لكن كل ما المجتمع قرب لرب العالمين وحاول يلتزم هتلاقي نسبه الجريمه الراجل عمل ايه؟ عشان كده بقول لحضرتك الناس قطعوا كلام مبروك عطيه منهم ميدو سوري يعني، قال لك ان انا بشرب خمر ويطلع بيتكلم طالع مش عاجبه، بيقول لك بيحرض وبيقول للناس اللي مش متحجبه هتندم. من مين قال الكلام ده؟ قال لك يلمح الى ان نيرة اشرف اللي ماتت لانها مش محجبه، هو يلمح عند دخلته ان هي ما جابش كثير الكلام ده خالص، ده انتقد الواد وقال ما ينفعش. عشان كده خبر اخر بخصوص الولد بقى اللي قتل الولد، يعني الناس ديت اللي ما طلعوش هم دول بهجم مبروك عطيه على بيطالب الناس انها تلبس حجاب، ما زعلوش على انهم بيدعموا الوزيره اللي ابنها قتل، ما زعلوش ولا قالوا ايه اللي انتم ولا انتوا بتعملوا ايه، انتوا بترسخوا للجريمه، ازاي تدعموا واحد؟ ما سمعناش لا لميس ولا ميد ولا نهاد ابو الابصار ولا 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 ولا، ما احترمنا يعني. وبعدين هو مبروك عطيه اللي هيتكلم، طب ما هو الواد اللي قتل ده، ما هو الواد اللي قتل ده قتل عشان بيقول لك عشان الداعي عاطفي، طب ما هو احد رجال الاعمال قتل ممثل مطرب عشان بيحبها، وانتوا عارفين اللي حصل، مش حصل؟ مش احد رجال الاعمال وقعد وبعد كده انتوا عارفين اللي حصل ولا ايه ظروفكم؟ بقول بعض المواقع عايزه تظهر هذا المجتمع الغبي وتخلي الناس نبقى سخريه قدام الناس. بعض المواقع يعني موقع اسمه القاهره 24 كاتب لك بيقول لك ايه؟ جار الطالب المتهم بقتل نيره، قال لك ده ولد محترم مش بنسمع صوته غير وهو بيضرب امه واخواته البنات، زي الواد ده في حاله ومؤدب، بس زي حد زمان كان فاكر ان هو بيشكر في حد، بيقول لك ايه؟ واحد راح يتقدم لواحده فقابل واحد من البلد بتاعته، في اهل العروسه بيسالوا عن العريس ايه ظروفه؟ قال والله ناس محترمين، ناس مؤدبين، ناس ده حقيقه على فكره اللي انا بحكيه ده عن ناس اعرفهم يعني، قال لك والله ناس 100 100 وناس بيشوه سمعته يعني، ناس 100 100 تدخل عندهم اكل تلاقي، شرب تلاقي، حشيش تلاقي، بنجو تلاقي، ناس زي الفل. ما هو سأل واحد خمرجي، ما هو سأل واحد خمرجي متصور بس كلها زيه يعني.
فهنا واحد طالع بيقول لك محترم ما بنسمعش صوته غير بيضرب امه واخواته. فطبعا انا بقول ما اسمع الكلام ده، ايه الاحترام في كده؟ وطلع الشعب بتاعنا كده عدواني، يعني محترم مع الناس كلها وفي بيته واسرته بيعتدي، هذا هو الشباب المصري وهذا هو الراجل المصري وهذا هو، ايه اللي بيحصل؟ بنقطعنا لما ناخد الحاجه الحلوه. مبروك عطيه عامل ايه عشان نهاجمه؟ واللي بيهاجموا مين؟ هم الصفوه اللي سمعوا وده وكانوا بيسقفوا لابن الوزيره اللي قتل، والوزيره بندعم الوزيره. كم القصه مش قصه مبروك عطيه ولا قصه اي حد بيتكلم في الدين. اطلع كله اطلع كله. ها انت عاوز تلبسنا حاجات ترجعنا لعصور الظلام؟ الله ان شاء الله عنكم لبستوا. ربنا اللي هيحاسبني وهيحاسبكم وهيحاسب. انا ما بقولش ان انا ملاك، بس لما اقول نصيحه لوجه الله ابتغاء وجه رب العالمين هاخد ثواب عليه. انت بتتحديني، اوعى تكون لما تعمل معصيه او تعمل حاجه غلط ضد شرع رب العالمين او ضد الفروض اللي فرضها رب العالمين على المسلم، اكون فاكر انك بتعملي كده عند الفشيخ الفلاني او العلاني او بكيدي في الله. لا يا ماما لا. تعالوا سريع بقى نتكلم، الضغوط الاعلاميه ايضا عليها عامل مؤثر جدا وساعات بتتفهم خطا. يعني طبعا الكابتن حسن شحاته قيمه ورمز كبير. كابتن حسن شحاته اتكلم عن في حوار اتكلمنا عنه من ثلاث ايام عن كثير، ميتو موسيماني والكره المصريه والمنتخب، وانا بعيد عن الصوره، ومحمد صلاح نجم النجوم لكن مع المنتخب هاقش بطولات مع المنتخب. النهارده هاني حتحوت كان جايب وكيل محمد صلاح اللي في البدايه اسمه تامر يسري، قال لك والله شفت شوف الكلام. يعني النهارده بقى حسن شحاته بعد ما كان ممدوح عباس هو اللي ما خدش نادي الزمالك محمد صلاح، النهارده لا ده حسن شحاته تم عرض محمد صلاح على حسن شحاته، حسن شحاته هو اللي رفض وفضل عليه لاعب تاني اسمه مش عارف اسلام مش عارف ايه، اسلام عوض. حسن شحاته وحش؟ الراجل خلوه يطلع مع سيف زهري يقول لك والله انا ما قلتش الكلام ده، ده انا قاعد مع ايمن شاوي واحمد سليم بيقولوا الاعلام بيقول كذا، انا الراجل بيقول لك انا محمد صلاح نجم نجوم العالم. حسن شحاته كمان بقى بيكش، مش كش، الضغط الاعلامي الرهيب، يا جماعه كل واحد حقه يقول رايه. والراجل ما قالش حاجه في الدين، ما انكرش حاجه، يعني الراجل بيقول رايه عادي يعني. ايضا الاعلام وبرنامج سيف زاهر وقنوات ام اون لما جوهم يتكلموا يجيبوا طبعا جايبين علاء عمرو الدرديري وعلاء عزت في الفقره اللي ملهاش بالصدفه، فلقيت علاء عمرو الدرديري يقول لك الزمالك له ضربه مش عارف جزاء، وراحوا جايبين مين؟ راحوا جايبين ياسر عبد الرؤوف اللي قال الزمالك له ضربه جزاء اللي شغال على قناه نادي الزمالك. طب ما تجيب لي ناصر عباس اللي شغال على قناه النادي الاهلي. طب انا عايز يا عم تقول لي ان في خمسه قالوا ان الزمالك له ضربه جزاء، انا اجيب لك خمسه قالوا ان النادي الزمالك ملوش ضربه جزاء. ها جمال الشريف قال الزمالك ملوش ضربه جزاء، مارك كلاتنبرج قال لك الزمالك ملوش ضربه جزاء، سمير محمود عثمان قال لك الزمالك ملوش ضربه جزاء، ناصر عباس قال لك الزمالك ملوش ضربه جزاء، جمال الغندور قال لك الزمالك ملوش ضربه جزاء. جبت لك خمسه، ها جمال وسمير محمود عثمان ومارك وجمال الشريف وناصر عباس، خمسه. هات لي انت بقى خمسه قالوا ان الزمالك له ضربه جزاء. لكن خلاص اطلع واتكلم وقول اي حاجه وخلاص، نقول ان الزمالك لا، ده نثبت ان الزمالك، هنثبت ان الزمالك كان بيلعب بالناشئين. مين ناشئين مين؟ الزمالك. خدت على انظر بقول لك ما يميز نادي الزمالك انه على مستوى العالم انه اولاد اللاعبين بيقدروا يثبتوا نفسهم ويبقوا نجوم، الوحيد في النادي يا راجل يا طيب. مين اللي فعل؟ عشان ابن اسامه نبيه ابن فاروق جعفر هم دول لعبوا ماتشين ثلاثه، هم لسه لبان لهم اي معالم يعني؟ طبعا الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي محمد صلاح طبعا اتكلمنا عليه، ميدو بيعتذر لمحمد عبد الغني، طالع بيتكلم محمد عبد الغني كان بيلعب هو مصاب ومش عارف ايه. طب ما هو برضه بعض الانباء بتتكلم على ان الشناوي كان مصاب، لكن لا الشناوي لا لازم نقطع فيه. حتى الاهلاويه كتير من الاهلاويه لا يريح محمد الشناوي يا اخي، بقاله عمر بيديك وقع مره اتنين وكمان لظروف خاصه. لا اصل هو من قبل مش عارف ايه كان وحش. ايه الراجل لو تفتكروا مباراه الوداد انضم بعدها للمنتخب وجات له الكورونا على طول، مش حصل؟ ها هو لعب ماتش غينيا؟ ما لعبش ماتش غينيا، انضموا قبل الماتش بتاع غينيا قال لك عنده كورونا. جاي منين؟ كان ماتش برضو الوداد. ايه اللي كان محمد شناوي قبل ماتش الوداد كان سيء؟ كان فين؟ كان ايه بقى؟ ما فيش خالص اي كلام. ده بيقول لك غلط وعمل جون، عمل جون بدل ما نتكلم. والشناوي برضه لما تيجي تبص الكره كانت بعيده، والكره كانت في رجل علي معلول، خطا من الشناوي، خطا من الشناوي ومعلول. ليه اموت معلول؟
جمال عبد الحميد مع سيف زاهر برضو النهارده، على ما يبدو ان الحلقه كلها تلميع بنادي الزمالك. جمال عبد الحميد طالع بيقول لك الحكم الاسباني، حكام الادار القمه حكام فاشلين، حكام المصريين احسن منهم بكتير وظلموا الزمالك. امتى الزمالك هياخد حقه؟ الزمالك طول عمره مظلوم، مستوى التحكيم نفسي مره حد يجاملنا على. شوفوا الفترات دي كلها ضربات جزاء الزمالك خدها اوانطة، اللي غطس و50 50 والاحتواء واسوان وغيره وغيره، يقول لك عايزين حد يجاملنا. ما تاخدوا الدوري من غير ما تلعبوا يا اخوان، ده احنا نوصله لكم ونلفه لكم لفه هدايا يا جماعه، احنا بنهزر والله يعني. عموما زي ما بقول لحضراتكم، حازم امام اللي قعدوا يصدعونا ويحاربونا، والنادي الاهلي بياكل عياله وحسام عاشور، وقال لك مرتضى منصور فلان وفلان مش هنجدده، لكن اللي هيجي لي يوم كذا هنجدد له، الوحيد اللي راح هو حازم امام. حازم امام هيطلعوه بره، ربما ما يجددوش له، بيقول لك بسبب كثره الاصابات. هاني حتحوت اتكلم عن اخيرا الحمد لله، اتكلم عن قصه بن شرقي وهو خارج وكلامه مع فريره، واحنا شفنا حركه الشفايف ومش حركه الشفايف وكلام من هذا القبيل، ولازم يعتذر لفريره بس كده هاني. ها يعني الزمالك اشرف بن شرقي يعتذر والنادي ما يوقعش عقوبات، النادي ما يوقعش خصومات، ده انتوا وكلمتين كده على السريع في سياق بروازي الدور شيكابالا في المباراه ودوره ايضا من خلال تهدئه الاجواء ما بين ده جت بالصدفه، بيحكي عن شيكابالا وكان له دور داخل الملعب وخارج الملعب انه هدى، يعني لو ما ذكرناش شيكابالا هتحوت ما كانش هيتكلم، لكن طالب باعتذاره لفيريرا. طب فين دور النادي؟ النادي ما يوقعش عقوبات على هذا اللاعب ولا عادي يعني؟ على ما يبدو اتحاد الكره هيضحك علينا ولا ايه في بارك لاتنبيب، وهو الامور هتهدى، وطبعا الحكام كلهم رافضين وطالقينهم في الاعلام لتهدئه الراي العام، ويمكن يبقى الوضع كما هو عليه، لكن ربما يبتعد عصام عبد الفتاح مع الموسم الجديد ويقرب مكانه مع جمعيه بيقبضوها البعض، ربما جهاد جريشه هو حتى الان ربما هو الاقرب. اتحاد الكره بيهدد نادي الزمالك بعدم القيد، وده يعني ما تصدقش الخبر ده، هو حقيقي الزمالك مديون، واتحاد الكوره بيبعت وبعت خطابات لنادي الزمالك بالمديونيه اللي وصلت كام بقى يا صاحبي؟ 78 مليون جنيه على نادي الزمالك مديونيات، طبعا فلوس خاصه بقيد لاعبين وغيره وغيره وغيره. وطبعا نادي الزمالك ما معهوش فلوس ولا هيدفع، واخر حاجه يدفعها هيدفعها المديونات اللي عند الزمالك سواء للهيئات الحكوميه او للضرائب او لاتحاد الكره. كيروش كان عامل مداخله مع كريم حسن شحاته واتكلم في عده امور، من ابرز ما اتكلم فيه النادي الاهلي، قال لك النادي الاهلي ما يميزه، كان في تقرير اتعمل ان اكثر ما يميز النادي الاهلي هو الروح العاليه بالنسبه للنادي الاهلي. نادي الزمالك بيحاول ابو جبل وطارق حامد للتحقيق، وهننتظر نتيجه التحقيقات. وفي النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.